وإليك هذه القصة التي فيها عبرة في بيان عظيم انتصار الله تعالى لأوليائه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: اعتل أبو زرعة الرازي وهو من أئمة الحديث المشتغلين بالجرح والتعديل، قال: فمضيت مع أبي لعيادته. أبو حاتم رفيق لأبي زرعة. وعبد الرحمن يقص هذه القصة فيما شهده من اعتلال ومرض أبي زرعة وعيادة أبي حاتم الله. فلما جاء أبو حاتم إلى أبي زرعة سأله عن سبب هذه العلة التي نزلت به، فقال: بت المتحدث أبو زرعة الرازي أحد أئمة الجرح والتعديل، قال: بت وأنا في عافية، فوقع في نفسي أني إذا أصبحت أخرجت من الحديث ما أخطأ فيه سفيان الثوري، يعني جمع ما أخطأ فيه سفيان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفيان أمير المؤمنين في الحديث، له مقام علي في الرواية والدراية. فلما أصبحت، يقول أبو زرعة، خرجت إلى الصلاة، صلاة الفجر، وفي دربنا كلب ما نبحني قط، ما نبحه منذ أن عرفه وهو يسير في هذا الطريق، ولا رأيته عدا على أحد قط، ما سبق له اعتداء على أحد أو أذى لأحد ممن يسير في هذا الطريق، فعدى علي وعقرني وحممت، عدى عليه وعقره أي عضه، فحم بسبب هذه العضة، فوقع في نفسي، هذا أبو زرعة يقول، فوقع في نفسي أن هذا عقوبة لما وضعت في نفسي، فأضربت عن ذلك الرأي، أي عدلت عن جمع أخطاء سفيان الثوري رحمه الله فيما رواه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.